أهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. شيعت جماهير غفيرة جثمان الشهيد مجدي خنفر في مدينة جنين اليوم وسط هتافات منددة بإجراءات الاحتلال في حجز جثمانه في مقابر الأرقام لأكثر من 12 عاما. يذكر أن الشهيد مجدي عبد الجواد خنفر من مواليد سيلة الظهر جنوب جنين عام 81، واستشهد في ذكرى يوم الأرض عام 2002 أثناء تنفيذ عملية استشهادية شاركه فيها الشهيد فتحي جهاد عامير من مدينة نابلس والمحتجز جثمانه أيضا. قالت مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا أن 30 لاجئا فلسطينيا استشهدوا في سوريا خلال الأسبوع الماضي، بينهم 12 قضوا جوعا في مخيم اليرموك. وأوضحت المجموعة في بيان صحفي أن عبد الله غباري من مرتبات جيش التحرير الفلسطيني استشهد جراء تواصل الاشتباكات في مدينة عدرا بريف دمشق، كما استشهد محمد النبهان نتيجة الاشتباكات الدائرة في مدينة حلب وريفها بين الجيش النظامي ومجموعات من الجيش الحر. قالت رئيسة جهاز الإحصاء المركزي علا عوض إن الأفراد الفلسطينيين في الفئة العمرية 18 سنا فأكثر يقضون ما معدله 48 دقيقة خلال اليوم، وهم يعانون من إجراءات الاحتلال سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر. وقالت عوض إن هناك انخفاضا في معدل الوقت الذي يقضيه الفرد في نشاط خدمات المجتمع ومساعدة الأسر الأخرى. هذا المسح من المسوح النوعية ليس فقط على مستوى فلسطين وإنما على مستوى المنطقة العربية كاملة. تم تنفيذ المسح الأول في الأعوام 99-2000، وحاليا تم تنفيذ المسح الثاني بالأعوام 2012-2013 بشكل متتالي. الهدف منه هو معرفة تقضية الأفراد وقتهم. إذا ما تحدثنا عن أنشطة العمل، أنشطة الرفاه الاجتماعي، أنشطة العناية الشخصية، أنشطة وقت الفراغ، كيف يتم تقضية الأفراد الفلسطينيين لهذه الأنشطة الموجودة عندنا في مجتمعنا. وفي مدينة رام الله نظم نشطاء اليوم اعتصاما أمام مقر ممثلية التشيك لدى السلطة الفلسطينية، وذلك احتجاجا على زيارة السفير التشيكي لمستوطنة أرئيل جنوب نابلس مؤخرا. وحذر المعتصمون من خطورة هذه الخطوة التي تمثل كسرا للقرار الأوروبي بمقاطعة المستوطنات الإسرائيلية. الزيارة التي قام بها السفير التشيكي لمستوطنة أرييل ولجامعة أرييل زيارة غير شرعية وغير قانونية ومخالفة للقانون الدولي وحتى للقانون الأوروبي الذي تنتمي له الدولة التشيك، وهذا أمر نرفضه جملة وتفصيلا ولا نقبل به، ولذلك نحن نقف هنا لنحتج كمبادرة وطنية على ما قام به هذا السفير، وكذلك نحتج على المطالبات التي تصدر من جهات رسمية تشيكية للمطالبة بنقل السفارة التشيكية إلى القدس وبالتالي الإضرار بوضع الفلسطينيين في القدس. في موضوع آخر، قال بسام زكريا رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية أن الحكومة وعدت ببحث القضايا العالقة والبت فيها في جلسة مجلس الوزراء المقررة غدا. تصريح زكريا جاء عقب اجتماع جمع النقابة بوزراء في الحكومة أمس في رام الله، حيث وعد ممثلو الحكومة بالبت في قضايا كدفع غلاء المعيشة، الخصم من الراتب وتنفيذ الاتفاقية الموقعة وموضوع الخصم من رواتب موظفي غزة وعلاوة القدس وإدراج بنود الاتفاق في الموازنة العامة لعام 2014. ونختم الموجز بحالة الطقس، فمن المتوقع أن يكون الجو يوم غد صافيا بوجه عام مع ظهور بعض الغيوم العالية، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 10 درجات مئوية. أما يوم الأربعاء فيطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية. إلى هنا نصل إلى نهاية الموجز. لمعرفة المزيد من التفاصيل بإمكانكم زيارة موقع وطن الإلكتروني وطن.net. أما الآن فدمتم برعاية الله
وإلى اللقاء.